سيوس شكرا جزيلا على السيدة. فاولا احنا في اللحظه ديال يعني التصويت بلا ما نذكروا الاسم بطبيعه الحال شنو المحدد ديال التصويت اللي قمتي به؟ لا في الحقيقه انا هو من ناحيه نقدروا الحقوقيه ما من حقيش نعلن على كيف صوت، بالرغم من انه في الحقيقه الا جينا للامر الواقع احنا كاعضاء سابقين وعضوات في المكتب السياسي اعتبرنا انه لابد للكاتب الاول المنتهيه ولايته انه كاين هناك واحد العدد ديال الطلبات وديال الرغبات اللي تم التعبير عليها من الفريقين البرلمانيين، من الجهات، من الاقاليم. وهذه المساله بكل صراحه سبقنا ناقشناها باش نكونوا صريحين مع الراي العام. كانت هناك فكره ديال انه لابد للحزب ان يواصل وتواصل واحد جزء من القياده بما فيها الكاتب الاول منتهي ولايته المسيره، لانه نوجدوا نفسنا لواحد الوضع اللي هو جديد. واعتبرنا انه من الافضل الوسيله اللي نقدروا نشتغلوا عليها هي انه يكون هناك نوع من الاستقرار وما نخلقوش اي شيء اللي يمكن له يضرب الوحده الحزب. هذا هي نقولوا الخلفيات اللي كانت وراء الاختيار. كنا كنقولوا على انه الان نحن لسنا في حاجه الى اننا نفتحوا ربما شي مغامره داخل الحزب، وانتم كتعرفوا ما حصل في السابق في عدد من المؤتمرات اللي كانت فيها شروخات اللي هي كبيره. قلنا انه الان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه ليس في حاجه انه يعرف اي شرخ ولا اي تصدع. لذلك كان هناك واحد الاتفاق وكان هناك واحد الاختيار، وقلنا على ان الكاتب الاول الحالي او المنتهيه ولايته حاليا نفضل انه يواصل العمل الى جانب واحد القياده اللي طبعا غادي يكون جزء منها هو من 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 المكتب السياسي السابق. ننتظر ذلك لانه هو ما خدمش بوحده، ما اشتغلش بوحده، اشتغل الى جانب واحد الفريق معين. ولكن هذه كلها قضايا الان هناك تصويت، انتم كتشوفوا بطريقه ديمقراطيه في مختلف المنصات اللي كاينه في مختلف الجهات، وربما تابعتوا المؤتمر منذ الانطلاق الى الان وكتشوفوا الاجواء اللي كاينه، مناضلات ومناضلين كيناقشوا وكيعبروا على اختياراتهم بكل. ربما كانت واحد النقطه اللي هي اثرت النقاش هي الخلافه او الكتابه الاولى ديال الاتحاد الاشتراكي يعني بين عدد من المرشحين. الباحث تم حسم بشكل يعني هذا الشكل اللي تم الحسم في نظركم كيفاش هو سلس ولا كان صعب في الحسم في الترشيحات ام ماذا؟ لا هو في الحقيقه ما كانش صعوبه. انا طلعت، انا ما كنتش في لجنه التاهيل، انا كاي مؤتمر طلعت على التقرير ديال لجنه التاهيل. فكانت الامور واضحه، اما انه كاين هناك اللي سحب الترشيح ديالو واعلن ذلك للصحافه، اما انه ربما اللي بقى مرشح لم يحضر الى المؤتمر ولكن لم يكن مؤتمرا. اذا ما يمكنلكش تكون لست اصلا مؤتمر وانك ترشح. هذا هو اللي حصل. كانوا هاد جوج ديال المبررات، اما سحب الترشيح، الاغلبيه سحبت الترشيحات، ولكن كاين اللي بقى ولم يحضر المؤتمر. هذا هو كيف ممكن تكلموا كسؤال اخر على سمات المشهد الحزبي داخل الاتحاد الاشتراكي مستقبلا؟ يعني شنو هي، واش كاين شي خارطه الطريق، كاين شي معالم كبرى، خصوصا ان الحزب الان في المعارضه؟ وفي الحقيقه خريطه الطريق غادي تكون على مستويين. المستوى الاول هو على المستوى السياسي، هناك مشروع ورقه سياسيه في هذه الاثناء هي مشروع الورقة التنظيمية تناقش بين المؤتمرين والمؤتمرات، وغادي تقدم طبعا الخلاصات ديالها خلال هذا اليوم. كذلك ما الذي سيصدر عن البيان العام، كيفاش غيكون البيان العام؟ وهذه مسألة مهمة لأنه غادي يكون عبارة عن واحد التركيز قوي لما هو برنامجنا السياسي. بغض النظر، ربما ماشي بغض النظر، ولكن الفكرة الرئيسية هو انه نحن في حاجه الى تجديد الفكر السياسي ديال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه. اكيد خصنا نكونوا اوفياء للتاريخ، لكن
لابد ان ننفتح على التحولات والتطورات الان اللي كاينه في المجتمع، في علاقه الدوله بالمجتمع، في القضايا الكبرى اللي كان نواجهها على الصعيد الجهوي وعلى الصعيد الاقليمي وعلى الصعيد العالمي. الوضع الان الكوفيد والتطورات والتحولات الجديده الان التي تحصل في العالم على مستوى استعمال التكنولوجيات الحديثه، على مستوى الاقتصاديات، على مستوى ربما حتى الخلخلة اللي وقعت في التحالفات الإقليمية والدولية. نحن جزء أساسي من هاد القضايا هذه، وما يمكنش الحزب حي كحزب الاتحاد الاشتراكي ما يمكنلوش يشتغل في كل القضايا الوطنيه والاقليميه والدوليه الا ما جددش الفكر ديالو باستمرار. ملي كنقولوا تجديد الفكر لا نقول بانه ينبغي ان نطوي صفحه الماضي في عدد من اللي هو تراث مهم جدا، لكن لابد ان ننطلق من هذاك التراث، ولا بد ان نستعمل هذيك الادوات والافكار والمبادئ ديال هذاك التراث، ولكن نحاولوا نناقشوا بها الواقع الحالي. هي ادوات، هنا نجي على الصعيد المنهجي، هي ادوات منهجيه باش نناقشوا الواقع الحالي. وفي نفس الوقت كاين مساله التنظيم. ما هو التنظيم الملائم لهذه الظروف؟ ماشي غير في مساله التكنولوجيات الحديثه، التحولات الثقافيه والسياسيه اللي حصلت في المجتمع، كيف انه تدمج الشباب والشابات في العمل السياسي، كيف انه جزء مهم من واحد الطبقه اللي كنسميوها الوسطى في عندها عزوف على المشاركه في الانتخابات وفي الشان العام، بالرغم من انها تساهم بطريقتها. اغلبيه ديال هذا النوع من المثقفات والمثقفين والنخاب والطبقه الوسطى كيشتغلوا، كتلقاهم في جمعيات، كتوجد انهم مهتمين كيتابعوا، ولكن كيف يتحول هذا الى مشاركه سياسيه؟ هذه اسئله كبرى مطروحه. وحنا بالنسبه لنا كنعتبروا بانه هذا هو الان نحضر البيان العام، نعتبر على أنه إذا كانت هناك واحد القفزة مهمة في الدستور ديال 2011، ماشي غير الدولة والمؤسسات اللي خصها تفعل هذا الدستور فعلا على الصعيد السياسي، وهذا الشيء صحيح، كذلك نحن ما هو موقفنا، موقعنا، وكيف يمكن نشتغلوا في هذا الإطار.